أهلا بكم. أكد وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع 12 للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية أن المجالس التشريعية الخليجية تعتبر داعما أساسيا ومهما لجهود الحكومات في دول مجلس التعاون في مكافحة فيروس كورونا من خلال سن القوانين التي تتوائم وتعزز دور الجهات المعنية في الحد من انتشار الفيروس، وفي الوقت نفسه ضمان استمرار الخطط التنموية والتطويرية التي تعتمدها دول الخليج لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار للدول والشعوب الخليجية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو سعادة العضو خميس الرميحي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وكذلك سعادة النائب علي عيسى إسحاقي عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب. مساكم الله بالخير ويا أهلا وسهلا فيكم. يا أهلا وسهلا فيكم. طبعا كان هناك اجتماع تنسيقي، وأعتقد مثل كل يعني الاجتماعات أو القمم أو اللقاءات لربما موضوع جائحة كورونا وتأثيراتها يعني هو المسيطر على كل هذه الاجتماعات سواء التنسيقية أو في مختلف الدول. لا شك أن الاجتماع التنسيقي أيضا تناول موضوع جائحة كورونا وكيف يمكن لدول الخليج أن تتعامل معه وتخفف من آثاره سواء الاقتصادية أو الاجتماعية ولربما حتى انعكاساتها السياسية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حقيقة أشكركم على هذه الاستضافة، وكان المقرر أن يعقد هذا الاجتماع التنسيقي واجتماع الرؤساء في مارس من الماضي يعني في الرياض، ولكن بسبب الظروف وبسبب جائحة كورونا تم تأجيل هذا الاجتماع حتى يوليو من هذا الشهر. كان مفترض أن يعقد في الأول والثاني من شهر يوليو، تأجل أيضا أسبوعين بسبب الأوضاع ومعرفة ما تستقر عليه الأمور في جائحة كورونا، فبالتالي تم عقده افتراضيا عن بعد. وهذه دورة ترأس طبعا دورة الإمارات العربية المتحدة، وكانت لدى سلطنة عمان، فالآن أخذت الدورة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في المجلس الوطني الاتحادي. وطبعا سؤالك هو كيف يمكن المجالس السريعة أن تتعامل مع هذا الوضع؟ الحقيقة هل ذكر في الاجتماع؟ هل تطرقتم له؟ خاصة أنه يعني حديث الساعة، يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يوضع هذا الموضوع على الرف وهو الآن حديث الساعة كما تفضل. وبالتالي فإن المجالس التشريعية سواء كانت في البحرين أو في الدول الأخرى الخليجية أيضا استطاعت أن تتعامل مع هذا الوضع من خلال عقد الاجتماعات الدورية للمجالس أيضا. حتى الاجتماعات الأسبوعية كانت البحرين سباقة في عقد اجتماعات المجلس افتراضيا من خلال الاونلاين الالكتروني بطريقه الالكترونيه. وكان الحقيقه هذا كان هناك من يتخوف، ولكن الحقيقه استطاعت هذه الدول والبحرين على راسها ان تتعامل مع هذا الوضع الحقيقه وحقق نجاح منقطع النظير. كل دول الخليج ايضا حدث هذا الحذو، والمجالس التشريعيه اليوم يعني تعقد اجتماعات سواء كانت الداخليه او الاجتماعات ايضا حتى الدوليه والاقليميه تعقد دائما في هذا الوقت تحديدا افتراضيا عن بعد. استاذ عيسى، يعني كيف نظر المجتمعين في هذا الاجتماع التنسيقي لاهميه توحيد الجهود في مكافحه اثار جائحه كورونا خاصه الاقتصاديه تحديدا؟ هل تطرقتم له؟ لان اليوم نشوف احنا القوه للتكتلات، والاتحاد الاوروبي اخرج يعني قبل يومين قرارا بحزمه ماليه كبيره جدا من أجل التعافي ومن أجل التعامل مع آثار جائحة كورونا. ما الذي تم الحديث عنه في الاجتماع؟
طبعا بداية مس تصحيح أنا اسمي علي عيسى صحافي بس تصحيح بخصوص هذا الموضوع. أنا أعتقد إحنا كمجالس تشريعية كان طبعا كنا بشكل كبير مركزين على هالموضوع، خاصة الجانب الاقتصادي هو الجانب الأهم صاير في الوضع، لأن الكثير في الاجتماع أو في كل الاجتماع سواء كان المحلية أو مع الإخوان في الدول كان شنو ما بعد كورونا. فإحنا كدولة لله الحمد إن قيادة واعية دائما تنظر للأمور قبل حدوثها، وهذا سيدي سمو ولي العهد يوم تبنى أو مسك الملف هذه كان سباق في اتخاذ الخطوات الاحترازية فيها، فقدرنا احنا نكون سباقين في هالأمور وقدرنا نحافظ على استقرار جميع الأجهزة في البلد من ضمنها الجهاز التشريعي في البلد اللي قدرنا احنا اليوم المواصلة وعدم الانقطاع. في كثير من الدول وقفت العمل سواء التشريعي أو الأعمال الأخرى، احنا لا قدرنا نواصل، وهذه الأمور اللي خلت الأمور تمشي بسلاسة عندنا وتساعد التشريعات لما تساعد مساعدة تكون للحكومة في تنفيذ أجنداتها في التعامل مع الأزمة. وأعتقد أكثر التشريعات كانت والمقترحات اللي طلعت كانت تصب في الناحية الاقتصادية اللي تساند المواطن، فلله الحمد إحنا اليوم سواء كان على المستوى الخليجي أو المحلي قدرنا نقطع شوط كبير في دعم المواطن من خلال الخطط الموضوعة ومن خلال التشريعات اللي انوضعت في الفترة الأخيرة والمقترحات. نعم جميل. أستاذ خميس، يعني هل ناقشتوا في الاجتماع ما هو الدور المطلوب من السلطة التشريعية لدعم جهود الحكومات الخليجية في مكافحة الآثار المترتبة على جائحة كورونا؟ بالضبط، يعني الحقيقة كما تفضل زميلي جهود صاحب السمو سيدي ولي العهد الحقيقة جهود كانت جبارة في التعامل مع هذه الجائحة حتى قبل أن تصل إلى البحرين. يعني وكان في أكثر من لقاء كان يقول بأن البحرين هي جزء من العالم، وطالما أن العدوى بدأت في كثير من الدول فهي يعني الآن تزحف إلى مناطق كثيرة، وكما توقعت البحرين ويعني جاءت العدوى وصلت إلى البحرين وتعاملت معها كان لديها استعداد تام لذلك. وأيضا سؤالك الحقيقة كان هو كيف السلطة التشريعية العمل، يعني لا أدل على ذلك أن جرت العادة في الاجتماعات الخليجية أن يختار أو يرفع إلى أصحاب المعالي ثلاث موضوعات تلامس هموم المواطن الخليجي. هذا العام تم رفع ثلاث مقترحات بموضوعات مشتركة تلامس هموم المواطن الخليجي، أحدها وهو على رأسه وتم اختياره من قبل أصحاب المعالي رؤساء المجالس، وهذا الموضوع هو السياسات المشتركة لدول الخليج ما بعد كوفيد. هذا المقترح هو مقترح في الأصل هو مقترح من دولة الإمارات العربية. أيضا هناك مقترح لمملكة البحرين وهو دور المجالس في دعم في تحفيز النمو الاقتصادي في هذه الدول. وأيضا هناك موضوع لدولة الكويت هو دعم صغار المبادرين الخارجيين. هذا الموضوع لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستثنى من هذا الموضوع، خصوصا أنه هو الآن هو فيروس كورونا وهو حديث الساعة، لا يمكن التجاوز والقفز إلى موضوع آخر. فتم اختيار هذا الموضوع ليكون الدولة المنظمة أو دولة ترأس الدورة، هذه الدورة تعقد ندوات وتعقد عادة اجتماعات مشتركة لتقديم الآراء التي تصب في مواجهة أو في مساعدة الحكومات في مواجهة هذه الجائحة. الحقيقة هذا الموضوع تم دمج هذه الثلاث موضوعات في مشروع واحد، وهو الذي سوف يكون موضوع هذا العام. بالتأكيد دولة الإمارات العربية المتحدة لديها استعداد كامل كما للدول الأخرى لتنظيم ندوات ولقاءات
تستطيع من قبلها تقديم مبادرات وتقديم رؤى لمساعدة السلطات التنفيذية في هذه الدول في كيفية التعاطي مع هذا الموضوع وهو جائحة كورونا. أستاذ علي، يمكن يعني التعافي ما بعد كورونا هو الشغل الشاغل للعالم كله، يعني اليوم احنا نتعامل مع هذا الفيروس، نتعايش مع آثاره الاقتصادية التي طالت العالم كله، ولربما الاقتصاد هو الجانب الأكثر تأثرا بكورونا، ولكن لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة والحالة الاجتماعية وما إلى ذلك. البحرين اقترحت تحفيز النمو الاقتصادي ما بعد جائحة كورونا، هل كان هناك مرئيات معينة طرحتها البحرين؟ والله أنا بتطرق أول شيء بتكمل ما تفضل فيه أستاذ خميس فيما يخص موضوع دور المجالس في التشريع. هنا أعتقد إحنا يعني في المتعارف عليه دور المجالس دائما تكون الند بالند مع السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية طبعا من خلال الأدوات الموجودة سواء كانت تشريعية أو رقابية، ولكن خلال من الأزمات نفس في أوقات أي أزمة ومثل ما إحنا الحين فيها من أزمة لازم الأمور تكون مختلفة، تكون عامل مساعد للحكومة، تكون هو في كل الحالات المصلحة واحدة. أي، وهذه أنا شخصيا دعمت من أول اجتماع وقفت وتحكيت في المجلس، يا جماعة إحنا اليوم لازم نخف لأن في بعض من الأخوان كان رافع التون، لازم نحاسب، لازم إحنا نخف، وفي جهاز تنفيذي قاعد يعمل برأس سمو ولي العهد. ومن بعد تحدثت عن إعادة الأولويات، يعني ترتيب الأولويات، ترتيب الأولويات، وإحنا نكون مساندين نستخدم القوة الناعمة في تعاملنا مع الحكومة، ولكن نكون مراقبين جيدين في هذا الوقت، نشوف عمل الحكومة لما بعد أساس نستخدم كل الأدوات في مع المقصرين الموجودين، لأن في الأزمات بيّن لك يعني نوعية القيادات الموجودة. فأنت دورك اليوم تساند كثر ما تقدر مع المحافظة على مكتسبات المواطنين، ولكن ما بعد الانتهاء يتم تستخدم الأدوات للمقصرين. تقييم الذي حدث، دراسته. نعم نعم. فيما يخص ما تطرقت له من خلال الاجتماع أمانة ما تطرقنا له، أنا أعتقد في الاجتماع القادم أكيد بيتم تطرق، ولكن كوني أنا في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس. نعم إحنا دائما على تواصل مع وزير المالية في هالخصوص، ونشوف شنو التشريعات اللي في هالوقت اللي ممكن ندعم فيه. إلى الآن اليوم إحنا ما وصلنا لمرحلة التعافي على أساس نوضع الخطط. اليوم إحنا ليه حين الدمج ما وصلنا له، وين الدمج بالضبط أو إيش كثر وصلنا له على أساس نقول والله هني نبي نبتدي حين نتعافى. ففي تريث من الحكومة في اليوم ليه حين قبل يومين طلع الدعم الحكومي مرة ثانية للمواطنين في أعمالهم في الحزم الجديدة اللي طلعت لشريحة معينة من المواطنين، لأن للحين ما وصلنا لمرحلة التعافي، إحنا للحين في أضرار قاعدة تجي من الكورونا. أنا أعتقد في نهاية الأزمة بيتم طرح التشريع سواء كانت التشريعات أو الاقتراحات سواء داخل الداخلي أو خلال الإخوان في المجلس. لكن هدف تحفيز النمو الاقتصادي والتعافي ما بعد كورونا هو ما تم تطرق إليه في هذا الاجتماع التنسيقي. كيف وجدتم يعني في مجلس النواب وفي اللجنة المالية والاقتصادية الحزم المالية، الحزم الاقتصادية التي قامت بها الحكومة الموقرة، يعني الحزمتين الأولى والثانية للتخفيف من الآثار الاقتصادية وتسيير الأعمال ودفع الاقتصاد ويعني المحافظة عليه وعلى الأعمال وعلى يعني المنشآت الصغيرة والمتوسطة وما إلى ذلك، يعني دعم المواطنين من خلال الحزمتين، كيف وجدتموه؟ وهل تم استعراضه في مثل هذا الاجتماع؟ والله شو أمانة احنا طبعا في اجتماعات نطرح تجارب البعض، وهذه هذه الشيء المستفيد لما تكثر الاجتماعات بين الإخوان الخليجيين فتنحط التجارب الدول. فأنا أعتقد إحنا كنا سباقين في دعم سواء التجار أو دعم المواطنين. الحكومة أمانة والقيادة الله يحفظهم كانوا جدا لدرجة كبيرة واعيين للأضرار قبل حدوثها، فتم تقديم الدعم. في بعض من كان يقول أنتوا استعجلتوا في تقديم الدعم، كان مفروض الدمج يصير
بعدين يقدم الدعم. احنا قبل ما يكون اي ضرر، يعني دراسه الوضع ما بعد الضرر وتقييمه، وتقييمه وتقديم الدعم فيما بعد. لكن هني القياده الله يحفظهم وعلى راسهم سيدي جلاله الملك ما انطروا ان المواطن مثلا يفقد عمله بعدين يتم دعمه، لا ادعموا الشركات على اساس محافظه على المواطن في عمله، دعموا التجار على اساس النمو الاقتصادي، على اساس التجاري، ما سكروا التجاره الا الاماكن اللي ممكن تضر المواطن فيها من خلال التجمعات اللي ممكن يكون فيها مردود صحي سلبي. فلله الحمد اعتقد احنا محسودين على طريقه تعاطينا مع الازمه، ونتمنى ان نستمر بنفس الفكر سواء من الحكومه او من المواطنين، وان شاء الله بنعديها بخير ان شاء الله. يعني كيف يمكن للمجالس التشريعيه ان تتعامل مع الواقع الحالي في ظل في كورونا؟ مثل ما تفضل الاستاذ علي، يعني كان لهم نظره حتى كيف نتعامل مع الحكومه الموقره والسلطه التنفيذيه، يعني هم دورهم رقابي تشريعي ولكن ايضا المصلحه الوطنيه ويعني وضع الاولويات واعاده ترتيبها. السلطه التشريعيه كيف تتعامل مع هذا الواقع؟ السلطه التشريعيه كانت شريك أساسي وفاعل مع السلطة التنفيذية في مواجهة كورونا. يعني كما تعلمون وكما تفضلت وتفضل الأستاذ علي، يعني هناك مشروع قانون مررت السلطة التشريعية أو أكثر من مشروع قانون مررت في نهاية دور الانعقاد بتكفل الدولة برواتب الموظفين في القطاع الخاص. تم استقطاع مبلغ من صندوق التعطل ايضا، وتحمل الدوله تكاليف استهلاك الكهرباء والماء لثلاثه اشهر ثم تم تجديده الى ثلاثه اشهر اخرى. ايضا هذه تمرير المشروعات بالسرعه التي كانت فيها هو انا اعتقد من وجهه نظري الشخصيه انها هو مبادره من السلطه التشريعيه بمساعده الحكومه في التعامل مع هذا الموضوع بجد. أيضا الدولة وسيدي صاحب الجلالة قبل يمكن أسبوع أصدر 4 أو 5 مراسيم، من ضمن هذه المراسيم هو أيضا استقطاع مبلغ من صندوق الأجيال لتحمل تكاليف 50% من رواتب القطاع الخاص. هذه كلها أيضا يعني أقدمت عليها الدولة حتى المساعدة القطاع الخاص في تحمل الآثار الاقتصادية الكبيرة الحقيقة. وأنت كما تفضلت قلت أن أكبر متضرر هو الاقتصاد، وفعلا يعني اليوم لولا الدولة لو لم تدعم هذه القطاعات الاقتصادية والقطاع المقاولات وقطاع المؤسسات الخاصة لكان الحقيقة الوضع مأساوي جدا يعني. لكن ولله الحمد كانت سيدي صاحب الجلالة واعي لهذه الموضوع، وتحملت الدولة تكاليف 3 أشهر الموظفين في القطاع العام الخاص بالكامل أيضا، وكما أسلفت الآن 3 أشهر أخرى تتحمل 50%. هذه يعني قبل قليل أيضا أنت أشرت إلى أن هناك حزمة مالية كبيرة في الاتحاد الأوروبي أعلنها لهذه المواجهة. البحرين كانت سباقة حتى قبل كثير من الدول والدول الكبرى، فهذه كلها حقيقة كان للتعاون اللي كان المفترض أن يتم بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وفي هذا الوقت تحديداً. ويمكن أن يؤكد ما تفضل فيه الأستاذ علي قبل قليل بأن البحرين لم تنتظر أن يأتي الضرر بالضبط، وإنما قامت بحزمة أولى واسعة شملت الجميع وربما شملت حتى من ربما لم يتضرر بشكل مباشر. ثم جاءت الحزمة الثانية أكثر استهدافا للفئات الأكثر ضررا، وبالتالي يعني كان لها دور كبير في أن احنا ما زلنا ولله الحمد نتعاطى بشكل إيجابي يعني قدر المستطاع مع هذه الجائحة التي لم يسبق أن شاهد العالم في تاريخ الحديث شيء مقابلها أو مشابه لها. اليوم يعني إذا كنا نتكلم عن التكامل الاقتصادي وما إلى ذلك، أيضا التكامل التشريعي مهم جدا في المرحلة القادمة. كيف يمكن أن يعني يتم هذا التكامل بين دول مجلس التعاون لجهة تخفيف هذه الأضرار والعودة إلى النمو إن شاء الله المستقبلي؟ طبعا التكامل يحتاج إلى التواصل
يعني لا يمكن احنا نتكامل في عمل ما بدون ما يكون في تواصل مستمر. فالنقطة الأهم في الموضوع أن استمرارية عقد الاجتماعات بين أصحاب معالي رؤساء المجالس التشريعية الخليجية واللجان الموجودة، هذه بتنقل، لأن اليوم المجالس هذه تنقل صوت الشعب ليس صوت الحكومات. فالمهم لما تي اليوم تلقح هذه الأصوات في تشريعات متفق عليها وترفع للحكومات تقريبا نفس النمط يكون في مع ان كل دوله فيها بعض الخصوصيات، ولكن احنا مشاكلنا مشتركه وهمومنا مشتركه في دول الخليج وقدرنا واحد، فتواصلنا مع بعض وعقد هالاجتماعات عدم توقف مهما كانت الازمات الموجوده، هذه بخلينا احنا نوصل للتكامل بشكل اسرع. بالاضافه نفس ما تم في الاجتماع الأخير الاتفاق على تشكيل لجنة مع الاتحاد اللجان الأوروبي، هذه بيكون عامل مساعد لما أنت تستفيد من الدول المتقدمة عليك. إحنا البرلمانات الخليجية حديثة تعتبر مقارنة مع الدول الأوروبية اللي مئات السنين وصلت اليوم. اليوم لما تبتدي أنت تقعد معاهم متواصل على طول، وهذه ما تم تأكيد عليه من خلال اجتماع أصحاب المعالي الرؤساء، بيتم العمل من حيث ما وصلوا إليه الجماعة في أوروبا، فأنت بتروح قدام لأنك قاعد تستفيد من الخبرات اللي متقدمين عليك. فهذه كلها بيخلينا نوصل للتكامل في أسرع وقت وبأسهل الطرق بيكون. وإحنا أعتقد يعني الأرضية مهيئة عندنا، أصحاب السمو الأمراء والملوك الخليجية هيئوا الأرضية، واليوم الأمور سهلة للوصول للتكامل. فاليوم ما بيبقى إلا إحنا كشعوب شوي نتحرك بشكل أسرع بفعالية أكثر بإيجابية أكثر للوصول إلى التكامل. يعني هذا التكامل المنشود، ويمكن ربما في وقت الأزمات ووقت الصعوبات والتحديات يكون الحديث عنه أكثر وربما الحاجة إليه أكبر، كان موجود حتى منذ يعني البيان التأسيسي لدول مجلس التعاون البند الرابع هو التكامل وصولا إلى الاتحاد. اليوم إحنا في حاجة ماسة لهذا التكامل، لأن التحدي كبير اقتصادي ربما بسبب جائحة كورونا، ولكن أيضا هناك تحديات اقتصادية أخرى بنزول أسعار النفط وما إلى ذلك، تحديات سياسية تفرضها أوضاع المنطقة، كثير من الأمور اليوم محتاجين فيها للتكامل سواء تشريعي أو غير. أستاذ خميس، الاجتماعات الوزارية التي تعقد بين الفترة والأخرى طبعا كان هدفها هو إيجاد قوانين استرشادية، وهناك فعلا في قوانين استرشادية خليجية بعضها ذا شأن اقتصادي، بعضها ذا شأن اجتماعي، بعضها ذا شأن أمني، وهي قوانين طبعا استرشادية، ولكن ليست بالضرورة أن كل القوانين ما يمكن تطبيقها على سبيل المثال في المملكة العربية السعودية يمكن تطبيقها في البحرين، يعني الحفاظ على الخصوصية. يعني المملكة العربية السعودية دولة كبيرة جدا، لها ثقلها السياسي ولها ثقلها الاقتصادي ولها سواء كان إقليميا أو حتى دوليا. يعني المملكة العربية السعودية تأتي يمكن في المرتبة 17 عالميا من حيث النمو الاقتصادي، ولذلك يعني وضعها مختلف جدا، لها طبيعة خاصة، لكن دول الخليج يعني تستطيع أن تأخذ كثير من المملكة العربية السعودية، وكما أشرفت هناك قوانين استرشادية تساعد على نمو أو على التكامل التشريعي بين هذه الدول. كثير من القوانين مررت السلطة التشريعية هي قوانين استرشادية وافق عليها الاجتماعات الوزارية التي تعقد، وهي ذات شامل كما أسلفت أمني وسياسي واجتماعي واقتصادي وأمور أخرى كثيرة. والقوانين ترى أيضا في كل دور من دور الانعقاد تقوم السلطة التشريعية بتمرير أحد القوانين الاسترشادية التي هي تكون تجمع بين دول الخليج. هل نستطيع نقول اليوم أن دعم جهود الدول والحفاظ على مكتسبات المواطنين هي أولويات السلطة التشريعية؟ أكيد.
أكيد والكل يشتغل بنفس الاتجاه، وهذه أنا أقولها بالفم المليان نفس ما يقولون، وأنا لأن قاعد في مكان اليوم قدر يعني الشعوب أو المواطنين شنو يتحجون، تشوف السلطة التشريعية تحركها وصوته يرتفع بنفس، فهي نبين أن أنت قاعد تمثل صوت الناس وتطلعات الناس. فأنا أعتقد نعم اللي تفضلت فيه أكيد متأكد. اجتماع رؤساء المجالس التشريعية البرلمانية متى من المتوقع أن يكون؟ هو كما يعني أشرت قبل قليل قلت لك أنه هو جرت العادة أن يكون اجتماع الرؤساء في نوفمبر من كل عام، وينتقل هو الأصل أنه يعقد قبل اجتماع القادة، صحيح، لأن هناك في بعض الأحيان هناك بعض المذكرات وبعض الاقتراحات يرفعها أصحاب المعالي رؤساء المجالس التشريعية للقادة للنظر فيها أو يعني التوجيه بدراسة بعض المقترحات أو إقرار أو إقرارها إذا كان أمكن ذلك، وبالتالي وهم أيضا يلتقون بالقادة عادة في مثل هذا في الدولة التي تستضيف اجتماع القادة. بسبب الظروف السياسية وبسبب الظروف أيضا الصحية التي فرضتها جائحة كورونا، تم تغير في موعد لقاء الرؤساء، في كان المفترض أنه يعقد في مارس الماضي عقد في يوليو. أنا أعتقد بأن حسب الجدول المعد هو يجب أن يكون في نهاية نوفمبر أو في بداية ديسمبر من كل عام إن شاء الله بإذن الله. الله يبارك جهودكم إن شاء الله في خدمة أوطاننا إن شاء الله وشعوبنا وقياداتنا. يعطيكم العافية وشاكرين لكم حضوركم مرة ثانية. حياك الله. شكرا شاكرين لكم. شكرا ساخني أستاذ علي. شكرا يعطيك العافية. شكرا كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. نلتقي في حلقات قادمة في أمان الله.